يعد سفاري الشارقة أكبر سفاري في العالم خارج القارة الأفريقية مشروعا سياحيا تعليميا بيئيا فريدا، لكنه في ذات الوقت مشروع تنموي يحقق التنمية البشرية ويستقطب نخبة من الكوادر المواطنة الطموحة. في التقرير التالي نرصد هذا الجانب مع مراسلتنا ريم عيسى. سفاري الشارقة مشروع سياحي بيئي ضخم، يعد أيضا فرصة لأبناء المنطقة الوسطى ليقدموا صورة سياحية للعالم ببصمة إماراتية. تلك النماذج المشرفة سنتعرف عليها في جولتنا. مرحبا مرحبا. بالترحيب وحسن الاستقبال والابتسامة الممزوجة بالفخر، يقفون اليوم في سفاري الشارقة للترويج للإمارة الباسمة بصورة مشرفة تعكس قيماً إماراتية أصيلة. بخطى نشيطة يتجهون لاستقبال الزوار وينطلقون بهم في رحلة لا مثيل لها في ربوع أكبر سفاري في العالم خارج القارة السمراء، ليعرفوا عشاق السياحة البيئية على هذه الوجهة المميزة وما تضمه من حيوانات نادرة، فهم أفضل من يعرف بها، فقد ألموا جيداً بتفاصيل السفاري، وهو ما رصدناه عبر ما حظينا به خلال جولتنا مع المرشدة سلام الكتبي ابنة المنطقة الوسطى. بنلاحظ أول الأشجار، بنلاحظها في ساحل وهي شجرة السمر، وهي شجرة محلية عندنا. سلامة هي واحدة من بين أكثر من 300 مرشد ومرشدة من أبناء المنطقة الوسطى يعملون هنا في سفاري الشارقة، وقد حصلوا على فرصة التوظيف من قبل الوالد الحاني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. أول شيء أشكر الشيخ سلطان محمد القاسمي أن رزقنا هالوظيفة، وهالوظيفة إن شاء الله نحب نكون قدها. الوظيفة هاي عبارة عن مرشد سياحي، نحن نخبر الناس عن الأماكن وشو عندنا في سفاري الشارقة. نحن السفاري الوحيد في الدولة اللهم لك الحمد اللي هو أبناء الوطن هم شغالين فيها. إن شاء الله نحن قدها إن شاء الله، أن نقدر نبيض الوجه. شكرا والدنا الشيخ سلطان انك وفرت لنا وظائف قريبه من مناطقنا. انتم الفخر، وانتم الانجاز، وانتم القدوه. معان سرعان ما ترصدها في اعين زوار السفاري مع انتهاء جولتهم رفقه المرشدين. كونوا على ثقه بان الشارقه مستمره في طريقها باذن الله، وان ابناء وبنات الشارقه المخلصين مستمرون في بذل الجهد والعطاء لكي تصبح الشارقة منارة حقيقية للعلم والمعرفة، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا لنبني على منجزاتنا منجزات أخرى جديدة.